السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكوك. وأطباق بلادي المغرب مع مريم بركات، وهي مجموعة من الحلقات أستعرضها على القناة منذ ما يزيد من سنة، وأقدم فيها العديد من الأطباق المغربية الشهيرة من يد محترفين. وصلنا إلى الحلقة الخاصة بسلو أو سفوف من يد الطباخة المحترفة سعدية العلوي، مع جميع تفاصيل طريقة تحضير سلو من غسل وتحميص وأيضا طحن للحبوب. أترككم مع الحلقة 41، وأتمنى لكم متابعة طيبة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صباح الخير. سلام، صباح النور، صباح الورد والزهر والياسمين. كي صبحتوا من العيد البارح؟ شويه ضروري من العيال واحد شويه كل شويه. وي صراحه فيه الخدمه ماشي سهل. فيه الخدمه. وي دابا ضروري. دابا ساليتو الزنجلان. سالينا الزنجلان، حمرناه. كملتوا داكشي الصباح؟ كملنا الصباح. النافع حتى هو دابا كملناه، الحلاوه كملناها. الكروية كملناها، دابا باقي لينا الطحين. شوفوا الطريقة ديالك اللي قالت. إن شاء الله دابا غادي نغربلو وغادي نبداو. بسم الله. شنو عندنا هنايا؟ هادي بعدا هادي الطنجرة ديال النحاس. صوريها صيفطيها ليهم حيت المقدر كبير. كبيرة. كثير خاصها الطنجرة ديال النحاس. ديال النحاس، هادي مكرية كتجي مزيانة. مزيان. واحد كاع اللي عنده مقدار كبير يقدر يكري هكا طنجره وي. عنده مقدار كبير ولا عنده صغير راه يدير في الكوكوت. ماشي مشكل. تاع الكوكوت مزيانه. تجي ساهل الكوكوت، تجي ساهل وتجي مزيانه. واخا شنو درتي هنا؟ الزيت و درت الزيت والزبده. والزبده. ولكن هاد الطريقه دي ما تصلحش اللي باغي يدير زيت العود، مع انا زيت ما خصوش. زيت العود ما خصوش يسخن. يسخن يعني هذه الطريقه، هذه الناس اللي غيديروا الزيت العادي والزبده. تا بعدا مزرا قالت لك كتحمرها غير في الزبده صافي ياك. الزبده صافي. اللي بغى يحمر الزبده بوحدها يدير. هانت الزبده انكور انكور. دير الزبده. بسم الله. ما حسيتي اللي كتعطي صراحه المذاق. كتعطي المذاق لوبو زوين. ضروري ما تخلطي الزبده والزيت باش يخلطوا. حتى الزبده اللي تعطي البنه احسن. المهم دابا اللي ما بغاش هذا الشيء يحمر دقيق عادي ويطحنوا، راه كيجي معلق بلا زيت بلا زبده بلا والو. غير هو اللي كيبغيها دابا يدير هذه الطريقه. ملي خديتو انكور انا راه عييت ما نقلب على مرجان. مشيت سولت قال لي ما بقيناش كنجيبوها. اش من مرجان فيهم؟ مرجان كاين ديال مارشي كريو وكاين ديال حي الفرح. اللي حدايا انا لا ما حد سولت على قال لي ما بقيناش كندخلوها. لا مرجان كاين. صافي حتى يذوب شويه. يذوب شويه باش نخلطو. زيت في ياك تغربي الدقيق باش تحطيه. بسم درنا هنا ريما. ياك ريما. ريما ولا الخيالة كاع زوينين. ريما الخيالة دوك يعجبوك. يعني ما كتزيديه على هادشي حتى كيسخن ياك؟ حتى يسخن ضاع تكبي دقيق. دوك الزبدة وميلونج. الزبدة والزيت.
بسم الله توكلنا على الله. اري سقينا العود اخوي. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله مليحه 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 مليحه. خاص بشويه بشويه ياك ميتكورش خاصو الدراع ياك بنت يا خالي اشرب لك كلشي دابا ولا بحال البساره بساره الفول والله الا الفول خرجي حتى اللوز باش تصوروا معايا او حنا قليل هو تيب هنا سي قوفه صافي صافي شاهدونا ياك ها هو بدا يشد اللويد اللويد ها هو بدا يتبرونزا ها انتوما تشوفوا كيتبرونزا ها انتوما بدا يتبرونزا ها دابا كيبغي التحراك المستمر بدا التحراك مستمر دابا مازال هذا النحاس حيت معاون شويه ثقيل وزوين وصحي صحي بصح حيت المقدر كثير وكبير خصني ندير شي حاجه كبيره ما نديرش شي معليش نتوما لي على قدكم في الدار ديروا كوكوت كوكوت هو تيبغي الحاجه الثقيله في الشيء باش يبقى على خاطرو على طايب في الفران وهذا راه احسن من الفران مخير كاع قلت لك يجي معلق يجي معلق ما تزيدوا لا هذه لا هذيك منها طايب مزيان منها حتى شي حاجه ما تضركم ان شاء الله جاد الله ان شاء الله لا يحسن قلت لي غيكون لون مسكي ياك اللون مسكي هو دابا راه دغيا ما يخلعكمش ما تخلعوش في الاول تقولوا تقار ولا سميتو شوف في الاخر تيبدا يطلق قلت لي كيولي خفيف تيولي خفيف يبدا يطلق قام يمحنكم ان شاء الله وهذا راه دغيا مسربي على الفران الفران تيتكركب خصو بزاف تغربل وتبقى يتحلى هذا راه مسربي مسربي ان شاء الله يحشم امين يا ربي انتما تتشاهدونا انتما مازال تشوفوا شي حاجه نشوفوا ان شاء الله كيفاش غيولي هانتوما هي الماء ديالو لا اللون شتي ديال العود راه ما لقيناهاش اما هي معلقات العود كتكون سهله كتجي احسن صحيه حتى هذه مزيانه حيت ماشي لامينيو ونحاس خافوا من لامينيو دابا نحاس وهذه اينوكس هما تيخافوا من لامينيو لامينيو حيت هاد القضيه ديال المعلقه صافا فاش كنطيب تنصور لا مع الطباخ ديال لا مع الطباخ تيقولوا لي لا المعلق نتوما كان عندكم مشكله كيتهرسوا ياك تيتهرسوا دابا مشكلتهم ماشي الزجاج داكشي ولكن الضغميره ضروري توقف ما عندكش كادير كديري هاي قلتي لي راه كتقدروا ديروا خص تصاوبوها لراسكم اما هادو اللي كيتباعوا دغيا كيتهرسوا دغيا تيتهرسوا دغيا تيمشي تقول لي كتقول لي راه كنضل ندوز في هذوك المعالق راه والو ما خاص بحال تصاوبي على يدك عند عند النجار عند النجار عند النجار اي والله يسر يا الهي حشمنا امين شويه ونشوفو كي دابا دازت شي 20 دقيقه دابا دابا ربع ساعه شويه ونشوفو ان شاء الله انا غنحسب بالوقت شحال غياخد تقريبا ان شاء الله الله يسر ما ديال الكوكوت راه دغيا مسربي هاد قليل حيت المقدر كثير كثير غياخد لا راه ياخد واحد نص ساعه ايوا معليش الله يسر الهي حشمنا امين يا ربي حشمنا صافي
الصوت اللي عجبنا عليه تتقلى هذا الصوت زوين خلينا نسكت باش تسمعوا حتى نتوما هذا هو اللون صافي الطبخه ديالنا هو اللون ويجعل شي بركه هو شد اللون دابا قلتي غير رجع فيه ياك ما بغيتيش تزيدي مازال لا يلا مع الطحين ومع سميتو غي شو كيفاش تطلق عجبني ولا كما قلتي ولا خفيف دابا تفتح لك ساهل تفتح لك ساهل دابا في الاول راك شتي جا صعيب شويه ولكن في الثاني مزيان تبقى غادي تولي خفيفه واحد الريحه طالقه زوينه هادشي اللي كان بكري كانوا يديروا الله هادشي اللي كان بكري ما كانش الفران ما كانش يديروها اما هذا ولي يشفوه في المقله هادشي اللي كان بكري سبحان الله كيديروها هكا في الزيت في الزيت ودابا صراحه انا اول مره كنشوف في الطريق شوف الزيت تلما تعلمت معاك بعدا هي بزاف تيكون طايب وتيكون مزيان فهمتي صحي وخا تيقول لك لا كوليسترول داكشي هذا صحي واحد الزيت والدقيق فهمتي المهم دابا حنا هذه طريقه ها هي اللي بغاها تبارك الله ما بغاش راه ماشي غيشد يطحن داكشي عند اللي كيطحنوا الماكينه الزيت كيطلق من اللوز من الزنجلان من الزنجلان صافي كي الاكثريه تيبغوا معلق هاني دابا غتكون داكشي بني ديما داكشي اللي فيه ناقص شويه كيكون بني ضروري تيكون بني ايوا على خير صافي شد اللون دابا شوفي مزيان شوفي وريه ليهم قربي لهم الكاميرا باش يشوفوا اللون صافي دابا اللون جا بحال بحال البصاره ديال الفول مغلوقه شويه اييه اي والله يعطيك الصحه الحاشا ربي يخليك صافي دابا فاش غتحطيه غنحطو نخوي وندير الاخر غندير دابا ديال القمح باش يشوفوا باش واخا فهمتي دابا غنتبعو ديال القمح ديال ممكن ديال القمح نخلطو مع الفورس الفورس حيت هنا عندنا 25 10 10 10 الاخرى ايوا صافي نشوفو الطريقه ديال القمح تاعو راه غادي دابا اللون دغيا دابا ملي درنا الضو تيشد حماوه السخونيه السخونيه الزيت كيبقى سخون كيبقى سخون بحال اللوز لقليتي بقى شد السخونيه سيرجع حتى هو هذا بحال سبحان الله والله يعطيك الصحه تبارك الله عليك غتزيدي الفورس وغتزيدي فينو ها غتزيدهم دابا بجوج فورس وفينو ها ريحته زوينه هذا الفينو ياك تغرب ليه ها غرب ليه حيدن اسير اسير هذا فينو نقصتي دابا شويه الزيت ياك لا نقصت كيتحمر ياك هو بدا تيتحمر هانتوما تتشوفوا تشاهدونا هاد هاد الثاني هذا ما درناش ليه الزيت بزاف ياك بديتي بان لي خديتي من هذا ياك اييه بني بدا يتحمر بدينا ناخذو من الاخر باش نخلطو هو شحف هانتوما تتشوفوا يعني عوض ما زدتي الزيت هنا زدتي من دقيق لاخر من دقيق لاخر ما نزيد الزيت هنا باش ما يجيش ثاني مزيت بزاف كل اللي يبغى يزيد مزيت بزاف كل اللي ما يبغيش مزيت وعلى حسب كل واحد دابا اللي عنده الطحين على حسب حتى النوعيه ديال الطحين شويه بشويه حتى النوع ديال الطحين كاين الطحين اللي تيشرب كاين الطحين اللي تيبقى واقف ما تيشربش دابا على حسب غتبداو بشويه بشويه وحتى ملي تطحن عادي شوف بنادم كاع يقدر يزيد ديك الساعه غادي يشوف ديك الساعه الا جا شاحف يعاود يزيد كاع زيت العود راه احسن ياك العود احسن الزبده راه احسن حتى هي هانتوما تتشوفوا بقينا تنزيدوا من هذاك الطحين بشويه بشويه هانتوما دابا تشاهدونا نشاهدوا يلا دابا واشد اللون هو كريم دابا ما كانت تغمقيش بزاف تتخلي شويه مفتوح باش يلا يجي هو هذا مع الاقامه مع الاقامه ومع داكشي باش ما يجيش ثاني كحل بزاف كريم تنخليه هذا غتخليه ولا غدي فيه دابا لا غادي نخلط به دابا هو غتزيدي نزيدو ثاني ها نتوما تشوفوا هذا الاول هو بدا يشرب ها فهمتي
تولي بحال املو. اه خوي اليمين تولي بحال املو زوين وتيجي لذيذ. جربو غادي تشوف مبنن ولذيذ. انتوما تتشوف على املو. اه كيبان بحال املو على املو. دابا صافي غنساليو غنجمعو هادشي كامل وغنشدو الطريق ياك. نشدو الطريق ان شاء الله. ان شاء الله نطحنوه ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. بحول الله الله ييسر يا ربي امين. صافي دابا غادي تبقاي غتزيدي في داكشي اللي بقى وتخلصي ياك. نجيو غنصايبو غتشوفو ان شاء الله. الله ييسر يا رب. احنا دابا غاديين. احنا غاديين ياك. واش كنشدك ولا لا؟ شديها فاطمة. شديها من هنايا. حنا شادين الطريق ل ان شاء الله. شادين الطريق باش نطحنوا ان شاء الله. تقاوت خلاوها صحراء والله حضركم القابل. شناهي؟ الله يحضركم القابل. شناهو القابل؟ القابل زعما كيدوز هذا العيد والعيد الاخر والعيد الاخر. ان شاء الله الله يسلمك. حنا يطول لكم العمر. ان شاء الله ملي غادي نقربوا شويه غادي نصوروا الطريق. غنمشيو عند منصور ياك. حلويات من منصور ولا فضائر من منصور هو اللي كنا صورنا عنده الحلوه. دابا غادي نمشيو نطحنوا عنده ان شاء الله. ان شاء الله تقاوت ونيت ملي غتقرب شويه نديروا نصوروا حتى الطريق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ما ييسر يا رب يا ربي يا ربي. دابا هاد الشارع هذا شنو سعديه؟ هذا شارع مبروكه. شارع مبروكه هنا كاين فيروج. هاد الزنقه كاين فيروج وقبل ما توصلي للقشله. اها القشله ديال العسكر. اها قبل ما توصلي لها ديال برنازين. اها ندورو مع هاد هادي الزنقه الاخرى اللي منها القشله منها مبروكه. زنقه 68. اي حطيها مبروكه 68. واه صافي حيت بزاف كيسولوني مبروكه اين مبروكه. واقيلا حيت كاينين جوج مبروكات ياك. قول ليها حيت ما علاش انا صورت حمام جيهان. حيت بزاف ما حمام جيهان. هي كاينه شي مبروكه فشي بلاصه. يو ريتش يور ديستنيشن. واحد كلها مبروكه. احنا وصلنا. عليكم احنا وصلنا. السلام. الطنجير انتوما مشى في الامان ياك. ولدي مركباش غندير لصق فيك ولدي لصق فيا مع الديك ندير لك سلام. قول السلام. قول السلام. دينا باي باي. الله يخلي لك ما شاء الله. دابا يعقوب لي محيه. هو هذا اللي محيه. صافي دابا داو اللوز وداك الشيء. صافي داو اللوز دابا غيهزو الطنجير. اها جا مزيان هكا ملي هز لينا كاع هاد ياك كاع سلوى غيجي كلشي يتجمع فيه مزيان. احسن احسن. اه يجينا ساهل. اه راه درتها. السلام عليكم. احنا وصلنا للمحل. احوال طيبه. هذا كله جوج. هذاك الجوج لهنا. تبارك الله. ديكور رائع. دابا خاصنا غير باش نفنطو شويه بشويه. شويه بشويه راه غاديش نفنطو كميه كبيره. 25 كيلو غادي نفنطوها. عطيني واش كطحنوا حاجه بحاجه ولا انت كتخلطوا كل شيء عادي؟ لا كنخلطوا كل شيء. كل شيء ماشي كيدوز مره واخا. ها هو اللوز. لا راه باقي اللي ظاهر ما كاينش حاجه لا تتفرج. اه ما كاينش حاجه لا تتفرج. اه لا لا كل شيء كل شيء طاحنينه وقاد ما عندي ما نقول. نافع مطحون. هذاك الفرقه مزال البالا الزرقاء اللي جبنا فينا كاين رفد. كاين رفد. اه عطينا كاين شي واحد اخر. اه كاين واحد اخر جبنا معاه. اه ما عرفتها. عطينا
لا لا ما جابوش زبقه يوم. بحال اللي كتاخذ كل حاجه منها شويه من بعد غادي نعاودو نطحنو كل شيء حنا وحده. هادشي باقي سخون الدقيق هو اللي باقي نزيدو الطحينه سي منصور. لا عاد غير تخلط كل شيء دابا غير يعاودو عاوتاني هي اللي صورنا بها. دابا هاد الماكينه هادي غنطحنوا فيها الطحنه الاولى عاد نعاودوا في الاخرى ديال السلو. قشات سخونيه مع كان محمر في الزبده والزيت قشات سخونيه. بداو الناس كيجيبوا السلو بداو الناس اللي كيصيفطوا لبرا لعائلتهم اللي برا دابا دابا كيبداو عاد باقي الناس ديالو اللي باغي يكونوا شي حاجه هنا هنايا كيخليو حتى ديك 15 يوم من الاخرى 16 يوم دابا علم شعبان تبدا عج حيت الناس كيبداو يصوموا كاين اللي كيبدا يصوم في رجب وشعبان كاين. حنا عندنا واحد الكليان اللي كيبدا بكري كيبدا كاع قبل ما كيدخل شعبان في هادشي تسلو. الناس اللي بحال دابا عندهم عائلتهم برا وكيصيفطوا لهم واحد الكري كتعرف داكشي كيطلب شويه ديال الواجب. Thank you.
تعاود ثاني على غادي تخلي تعاود مزيان كيبان اللون مازال غادي ثاني غيبان اللون اكثر كاينه الكميه تبارك الله كثيره مازال خاصني نعاودو كامل فهادي عادي باش يجي الحلاوه مقاده ويجي مقاد مزيان الناس بزاف تشكروا هاد الالات هذا قال لك حنا ما متوقعينش المغرب فيه هاد التطور عيطوا عليا من بلجيكا عليهم شي واحد وراه شحال واحد عيط لي من وقيل هما ماشي من ما كاينينش هنا في المغرب من برا هادو هادو كاين واحد المعلم اللي كيصنعهم هنا في المغرب هنا في المغرب هنا في المغرب هذا صنع محلي صنع مغربي حيت هاد حيت حنا هاد الثقافه اللي عندنا ديال السلو ما كايناش في الدول الاخرى تبارك الله السلو كي كاين ما كاينه تكون مجهده هما كاينين كاينين على على برا كاينين على برا ولكن لا بويسونس كدا لا بويسونس القوه ديالها انا كنت كنقول غالبا غيكونوا ديال برا هادي ست شوف قلتي لي اخرى 10 تبارك الله يعني هادشي ديالنا حنايا ديال المغرب مزيان والله الا كان كيسحب لي هاد الالات ديال كنقول لهم راه محال غيكونوا ديال الله يبارك فيك الله الناس عجبهم النقا بزاف قال لك بغينا كل مدينه يكون محل كل محل تعالوا معنا تعالوا معنا السيديتيف الله يعمرها دار واحد السيده ديال بارسالون من هذا المنبر انا كنحييها واحد السيده بن حدو بن حدو ديال الليل حتى هي راه صيفطنا لها الحلوه وداك الشيء كان السيده الله يعمرها دار تاهي راه تفاعلت معنا مزيان الحمد لله كنا معاها في المستوى الحمد لله السمعه الطيبه كتخلي الناس كي كيرجعوا انا حاولنا صورنا الطريق شويه لان بزاف ما عرفوش البلاصه صورت ملي كنت جايه صورت شويه الطريق ديالنا لا الناس اللي عندهم جي بي اس كيجيو اللي عندهم جي بي اس كنصيفط لهم البوزيسيون اللي تينا كيجيو نيشان انا هو باش كنجي هذيك البوزيسيون اللي كنجي بها صافي دقيق شاد السخونية سادية حادية شغلك ياك ضروري زوينة كيبان لك الخدمة ديالك كلها كتشوف فيها خارجة ياك شفنا نهار اللي معدي ما نقول أنا ما قلتلاش نطحنوا هنايا أنا سولتها قلت لها فين بغيتي تطحني هي قالت لي تبارك الله النقاء عنده قالت لي عند منصور جاونا الناس من الرباط باش يطحنوا سلو جاونا الناس واحد السيده راها نفيسه نتمنوا ليها الصحه والسلامه لا هي ولا ولدها من سطات حتى هي تبارك الله راه جات عندنا وشافت وراه دابا غادا تصيف السلو ديالها تبارك الله باش نطحنوا ليها سبحان الله كلشي كيبغي النقا شي حاجه نقيه كت هو راه القصه كامله دايره على النقا انا كامله دايره على الماء كل ما تنحلش هاد الماء يعني ما كنخرين فهمتي عادي بحال ديال الزاره بحال وهذا راه قال لك الله يسكن اللي كيخدموا بهم هذا وفي لندن كيقلبهم فلوس راه صعيبه القضيه هذا يقلبهم راه شويه صعيبه لا